اهلا بحضراتكم مره تانية. سعيد برحب بيك مره تانية. وكنا قبل الفاصل بنتكلم على المان يونايتد، وانت بتقول ازاي تجميع هذه الكوكبه من النجوم على مستوى عالي جدا، ولسه المان يونايتد مش مرشح حتى للوصول لحتى المركز الثاني في البريمير ليج. صحيح. شايف على مستوى الاداره الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ ايه الاختلاف ما بينه وما بين زي ما انت قلت احنا بنتكلم على مدير فني جديد. صحيح. مدير فني الماني رانك رالف رانكينج، وبنتكلم على كونتي. انت شايف المقارنة ازاي؟ الفرق ازاي؟ انا بشوف الفوارق الادارية في انجلترا واضحة جدا بالنسبة لي. يعني لما في رقم مهم جدا تقدر تبني عليه، مانشستر يونايتد هو النادي الاكثر انفاقا في اخر 10 سنوات، وده رقم عجيب جدا. نادي لا يحصل عليه بطولات وهو اكثر انفاقا من الجميع، وده بيرد على التساؤل اللي بيقول لك ان جوارديولا بتصنعه الاموال. يعني جوارديولا بيصرف اقل من يونايتد وبيحقق بطولات وارقام قياسيه خرافيه، مش بس على مستوى البريمير ليج. يمكن في الاسبوع ده مانشستر سيتي هو اسرع فريق في تاريخ الابطال يسجل 200 هدف، وده رقم عظيم جدا بيقول لك ان ازاي النادي شغال كويس. فهنا بنشوف ان مانشستر يونايتد بيصرف في اتجاه غلط، بمعنى ان الاداره هي المتحكمه في انتقاء اللاعبين بخلاف كل النماذج اللي قدامنا، سواء ليفربول الكلوب هو الرجل الاول من البدايه. صحيح في فريق تخطيط بيشتغل، في فريق كشافه بيشتغل، في فريق محللين بيشتغل، لكن في النهايه المدرب بيقول لك انا محتاج المواصفات دي لان التكتيك بتاعي قايم على الفكره دي، فبالتالي انت بتنفذ البلان او الاستراتيجي اللي هو حاطه. انما في مانشستر في اداره يونايتد الامور مختلفه تماما، انت بتختار السوبر ستار او انت بتتكلم على اختيار اللاعبين في المان يونايتد تعود الى الاداره، ولكن الإدارة. في الانديه الاخرى على راسها ليفربول على المدير الفني. ليفربول مانشستر سيتي في رجل احنا بنقوم بمشروع. صحيح. بيحط البلان والاستراتيجي، بنشتغل معاه على الصفقات والاحتياجات بتاعته، وبالتالي بيبقى في توافق. انما في يونايتد بيتم اللجوء اكتر الى السوبر ستار، النجم، البراند التسويقي، ده امر له علاقه اكتر بالامور التسويقيه، فبالتالي انت بتدور على الاسم لكن مش بتدور على التكتيك. مفترض ان يكون في مدير فني من بدري قوي انت بتثق فيه، علشان كده احنا ما بنشوفش بعد مورينيو مدير فني اسم كبير يفرض نفسه، يفرض شخصيته، يفرض اسلوبه. بنشوف اداره يونايتد دايما بتميل الى اسماء تقدر توظفها. حتى زمايلي في الاعداد بيقولوا لي ان يمكن وصل للرقم لمليار باوند. صحيح. مليار 75 مليون، ده رقم كبير جدا جدا وما خدش اي بطوله، ده صحيح. شيء صعب جدا. صحيح، لانك زي ما بقول لك انت بتفرض على المدربين، بتنتقي شخصيات مش قويه، علشان كده انت بتشوف غرفه اللاعبين دايما في مانشستر يونايتد فيها ازمات. ماجواير زعلان، اصل رونالدو عايز، اصل فلان مش راضي، اللعيبه عايز المدرب الفلاني، فده بالتالي رايك رالف غير قادر على اداره المان يونايتد في الظروف ديت، وانت مع فعلا مقوله رونالدو ان هو هذا الرجل لا يستطيع قياده فريق بحجم المان يونايتد؟ اي حد ما يقدرش يقود يونايتد في الظروف دي. اي حد، يعني اي حد يجي في الوقت ده مهما كان مش هيقدر يعمل حاجه، محتاج وقت. وانا بشوف ان اكبر خطيئه عملها هو عوده رونالدو ليونايتد كانت غلط بالاساس. ليه؟ لان رونالدو متشابه في الادوار مع نجم المشروع اللي بيقوم حوالين المشروع برونو فرنانديز، اللاعب اللي المفترض انت بتقربه للمرمى وبتبني عليه كل حاجه، فبالتالي انت بتجيب له رونالدو اللي هو هيتمحور عليه الاداء، فانت هتخسر يا برونو يا رونالدو. برونو محتاج مهاجم جنبه بادوار بنزيما، لاعب بيجري كتير، بيفرغ مساحات كتير، بيقوم بالادوار البدنيه اللي كان بيعملها كويس جدا مع رونالدو في ريال مدريد. رونالدو ايضا على فكره كافاني كان بيقدر يقول، كافاني لما كان في صحته، لما كان في الطاقه القوه البدنيه، كافاني يعني واحد من اعظم الناس اللي بيتم الاستخدام في حلقاتهم معدل العمر برضو. فهنا بنشوف ان التشابه في الادوار ما بين برونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو أضر كتير جدا، وانت امام اسمين ما ينفعش حد يقعد منهم بديل. نفس المعضله اللي واجهها جريزمان مع ميسي في بدايته، كوتينيو مع ميسي في بدايته. فبالتالي انت لما بتيجي تختار عنصر، انت اخترته عشان تبيع تيشرتات، عشان تحقق ارباح، عشان تعمل اعلانات، ولا علشان انت بتبني مشروع خططي عشان فريق ينافس على البطوله؟ انا بشوف هنا الاهتمام في يونايتد بحجم الاستثمار في الاموال اكبر من التركيز على البطولات. وانا بشوف البطولات هي جزء مهم جدا 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 من استثمارك في الاموال، ما يبقاش النظره حتى على مستوى رجليك. الاستثمار كمان اعتقد ان المان سيتي حقق كمان استثمارات اكتر وعائد من وارباح، يعني مانشستر يونايتد في الماضي حقق ارباح بقدوم رونالدو، ودي لاول مره في التاريخ. زي طبعا منصف طبعا معد معانا ما شاء الله شاطر، فبيقول لي على مستوى التاريخ ان اول مره المان سيتي يتفوق على ده حقيقي فعلا استثمارات المان يونايتد. طيب حقيقي. عايز اتكلم معاك في مباراه كانت مباراه مهمه جدا جدا للمان يونايتد امام فريق عنيد زي ليدز، وفوز في رايي فوز مستحق طبعا 4-2 امام ليدز.
في الحقيقه ليدز دايما حاله يعني تخليك يعني متعاطف معاه، متعاطف معاه ان انت امام رجل عظيم جدا، فيلسوف من فلاسفه هذا العصر، مصمم انه يخوض معارك هو مش قدها. يعني هو انت عامل امر اشبه بان انت داخل حاره او شارع بمجموعه اطفال صغيره وعايز تناطح يعني عمالقه. فبالتالي طوال الوقت اصرار بيلسا على انه يطبق فلسفه الكره الشامله والضغط العالي صحيح. والاستحواذ والتدوير امام خصوم على المستوى الفردي اقوى منك بكتير جدا جدا، دي بتكلفه الكثير بصراحه. بيلسا لا يستحق هذا الترتيب، لا يستحق هذه المكانه. الراجل طوال الوقت حتى هو بيخسر قادر يمتعك، قادر يقدم كره جميله صحيح. جدا. الاصابات فرق معاه قوي، يعني رافينيا في اول الموسم وفيليبس فارقين معاه جدا جدا، فبالتالي هو قدم مباراه جيده وقدر بعد التاخر بهدفين يرجع في وقت في دقيقتين يسجل التعادل، وكان قادر كمان انه يحرز التقدم. بشوف ليدز فريق ممتع جدا جدا، لكنه بيسيب مساحات تجعل اي فريق طوال الوقت قادر انه يتجاوزه. وانا بشوف مباراته اللي جايه مع ليفربول ايضا يعني الامور هتزداد قسوه عليه، لان ليفربول بيعيش طفره طبعا وبيعيش حاله غير عاديه. فبالتالي انا بشوف انها مباراه تكون برضو في المتناول لليفربول، مباراه سهله، مباراه تكون بايد صلاح ان هو يوسع الفجوه في صراع الهدافين ان شاء الله وتقربوا اكتر من ال 20. كانت مباراه طبعا مهمه جدا جدا للمان يونايتد، وفوز مهم جدا على ليدز باربعه اهداف مقابل هدفين. رالف فرانكن طبعا المدير الفني كانت كمان بالنسبه له مباراه مهمه جدا في التوقيت دوت، في بعض الانتقادات في بعض المشاكل، ولكن جاءت المباراه وجاء الفوز 4-2 على ليدز يونايتد. يعني زي ما بيقولوا كده يعني في وقتها. طبعا رالف المدير الفني الالماني للمان يونايتد قال ايه في المؤتمر الصحفي، نشوف مع حضرتك.